معقول هالمنظر اللي انا قاعد اشوفه؟ هل هذا هو الزمن اللي انا بين كفوفه؟ صاير العالم ماشي بالنفاق، صار العالم غريب، فجأة تلاقي عدوك هو صار لك اقرب قريب. اتغيرت الدنيا وتغير معاها الناس، صار التفكير الرئيسي كيف انا استغلك. هل تتصور هذا لو انت عانت من الافلاس؟ هل حتلاقي واحد منهم موجود واقف بجنبك؟ الخطة كالتالي، كيف انا منك استفيد؟ لذلك فتح عقلك وللمواقف استعيد. شوف من كم واقف معك واتمنى لك الخير، وشوف من كم واقف معك لما يكون عندك الخير. لازم تنتبه منهم، تتخذ حذرك منهم، حتى وظهروا لك بينوا لك مدى مقدارك عندهم. دنيا مبنية على المصالح، على الشيء ده ابدا ما لو، لانه اي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي ما يدوم. اي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح، ترى الوضع حتى الفرح حتى الحزن في حياتك عن مصيرك. اي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح، ترى الوضع حتى الفرح حتى الحزن في حياتك عن مصيرك. اصبحنا في عالم صعب انك تكتشف من هو الصادق، يخفون المظاهر ما تدري بخافي، ما تقدر بعينك تلاحظ الفارق بين الشخص الامين والمنافق. ظن منهم ان هذا الشيء خليهم يكبرون في عيون بعض الناس المغفلين، افعالهم واضحه معي واستحاله انهم يخفوها. ما عرفوا اني ماشيتهم بالسياسه ما يعرفوها، سياسه الساكت سم وناكت مع هالنوعيه، قلبي ميلين وهذه النصيحه لسامعين. لسانهم معسول وعندهم فن الخداع، كل من سمع كلامهم ومشي وراهم تحس فضاع. والطباع كالطباع، ياكلوا فيك وانت حي، ومهما سويت فيهم خير ما بينفعوك بشي. يبدعون في لبس الأقنعة، وجههم مزيفة مثل كذبهم بالحجج المقنعة. احذرهم وحاذر من كل المخاطر، وجنب صحبتهم وخلك الكاسر من قبل ما تكسر. ودع التجاهل واسمعني، لأن الوضع يا صاحبي ما يدوم. أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح، ترى الوضع حتى الفرح حتى الحزن في حياتك عن مصيرك. أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح، ترى الوضع حتى الفرح حتى الحزن في حياتك عن مصيرك. يو أبدا في الكلام وما في كلامي أي غرابة، الوقت اللي احنا فيه مو للناس الغلابة. الأقوى يعيش أطول يعني زي نظام الغابة، إن لم تكن ذئبا أكلت كل ذئابة. مو أي واحد يوثق فيه عشان بيّن لك ضحكة سني، يمكن الضحكة تكون بيضة بس إني يا أسود من سواد الليل، من النفاق طفح الكيل. ما صرت تقدر تميز بين العدو والخليل، الوضع يباله خبرة، افتح جريدة وقرا، شوف المصايب اللي في هذه الدنيا تجرى. زي أخواني تقاتلوا عشان ورث أبوهم، نسيوا الرحمة عليه فوق هذا الناس يحسدوهم على فلوس. يلا دناءة النفوس، ما عادت شهامة في القلب حتى تنكست الرؤوس. وأكثر الناس صايرة عايشة ما فيها ذرة مروة، عشان وسخ دنيا يبيعوا حتى الأخوة. أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح، ترى الوضع